الله عز وجل خالق هذا الكون، كل شيء بأمره سبحانه وتعالى، كل شيء بيده عز وجل. لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أو في الكون أن يحرك ذرة إلا بأمر الله. إذن هذه قضية يجب أن نقتنع بها، لأن الكون هو خلق الله، والله تعالى هو الحي القيوم، هو القائم على رعاية وشؤون وتسيير هذا الكون بكل ذرة من ذراته، وهو يعلم كل ورقة تسقط وكل حبة في ظلمات الأرض، ويعلم يعني كل ذرة. إذن هذا الإله العظيم كتب كل شيء في هذا الكون. من الناحية الثانية يجب أن نعتقد، بل نحن من خلال التجربة العملية نرى أمامنا أن لدينا حرية الاختيار. حرية الاختيار مضمونة لنا أيها الأحبة. فأنت مثلا تستطيع أن تمسك الموبايل وتختار مثلا صوت مقرئ وتستمع إلى آيات من القرآن العظيم، وتستطيع أيضا أنت نفسك أن تفتح موقع إباحي مثلا وتنظر إلى ما حرم الله وتضر دماغك وجسدك وغير ذلك. إذن أنت لديك مطلق الحرية، مطلق الحرية موجودة لديك. طب كيف كتب الله علي عملي وجعلني أختار كل شيء؟ يعني أنا لست مسيرا ولست مخيرا في هذه الحالة. لا، أقول أنت مسير ومخير بنفس الوقت، ولكن المعلومات التي عند الله عز وجل معلومات عظمى كبرى لا ندركها، دماغنا لا يدركها. فالله عز وجل استأثر وأخفى عنا علم الغيب رحمة بنا. طبعا تخيلوا لو أن الإنسان يعلم متى يموت، لا يستطيع أن يعيش. ربما قدر الله له أن يموت ابنه بعد سنة، وعلم هذا الأمر سيكون حزينا وتعيسا إلى آخره. المهم علم الغيب عند الله. فعلم الغيب هذا علم عالي جدا جدا جدا. الله سبحانه وتعالى يعلم من خلال علم الغيب ماذا ستفعل وماذا ستختار. لاحظتم أيها الأحبة؟ إذن قوة علم الله كأنها مكتوبة كتابة. يعني مثال، أنت عندما تتأكد 100% أن هناك شخص على الباب اسمه فلان، أنت طبعا استطعت أن تعرف بطريقة معينة من دون أن ترى هذا الشخص، استطعت أن تعلم ذلك. الناس من حولك لا يعلمون. قوة المعلومات التي لديك والتحليل والبيانات التي حصلت عليها، أنت تعلم أن هذا الشخص اسمه فلان الذي في الخارج. فعندما نفتح الباب نتأكد بالفعل هو فلان. طيب ما الذي حدث هنا أيها الأحبة؟ الذي حدث أن المعلومة إذا كانت قوية جدا وصحيحة 100% كأنها مكتوبة كتابة. يعني أنت عندما تعلم أن غدا ستشرق الشمس الساعة مثلا 5 أو 6 صباحا، تعلم أن هذه الشمس ستشرق بعد مثلا بعد نصف ساعة. طيب أنت كيف عرفت ذلك؟ عرفت من خلال الحسابات والمشاهدات. فأنت تستطيع أن تكتب أن الشمس ستشرق وأصبحت قضية مكتوبة ومسلم بها، بينما في الواقع أنت تتنبأ. يعني هذا علم غيب لأنك لم ترى شروق الشمس بعد. طيب إذا كان هذا العلم بالنسبة لنا نحن البشر أيها الأحبة،
نحن البشر نستطيع أن نتنبأ ونعلم بكسوف الشمس ومرور نيزك في لحظة معينة وحدوث كسوف بعد 100 سنة مثلا في الدقيقة كذا وفي الساعة كذا. إذا كنا نحن البشر الضعفاء المحدودين نستطيع أن نعلم كل هذا العلم. طيب كيف بمالك الملك سبحانه وتعالى؟ كيف بمن يعلم الغيب عز وجل؟ إذن أحبتي في الله، يجب أن نعتقد أن كل شيء مكتوب عند الله ولكن أنت الذي تختار. إذن عندما يصل الإنسان أخي الحبيب، عندما تصل إلى هذا اليقين أن الله كتب عليك كل شيء، ستصل إلى يقين آخر أن هناك الجنة والنار. ستصل إلى يقين أن هناك الجنة والنار. أنا لا أحب أن أدخل النار. عندما أستيقن أن النار موجودة أنا أبتعد عنها. طيب أنا أعلم أن الله عز وجل حذرني من الزنا وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأعلم أن سبيل الزنا أو طريق الزنا طريق سيء يقودني إلى النار. إذن وأنا مستيقن أن النار موجودة، إذن أنا أهرب من هذه النار، أهرب من هذا السبيل أو هذا الطريق السيء. لاحظتم أيها الأحبة؟ إذن يقيني أن الله كتب كل شيء علي، يعني الإنسان أيها الأحبة إذا استيقن أنه مثلا سيغرق يجري أي محاولات لينقذ نفسه مع أنه مستيقن أنه سيغرق، ولكن يتعلق ولو بقشة، يعني يجري كل المحاولات. فأنت إذا استيقنت أن هناك عذاب جهنم بانتظارك إذا أغضبت الله وابتعدت عن تعاليم الله ونسيت الله عز وجل، سوف تهرب من هذه النار لتنقذ نفسك. ولكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أيها الأحبة أن كثير من الناس غير مستيقنين بالآخرة، كثير من الناس لا يعني يوقنون بالآخرة. لذلك من صفات المتقين في أول سورة بعد الفاتحة عندما قال تعالى هدى للمتقين، ماذا قال؟ وبالآخرة هم يوقنون. إذن أنت هنا مطلوب منك درجة أعلى من العلم وأعلى من المعرفة وأعلى من الإيمان، هي اليقين. تستيقن أن هناك نار جهنم كأنك تراها، وبنفس الوقت تستيقن أن هناك جنات عرضها السماوات والأرض وكأنك تراها. فنفسك مبرمجة على أنك تهرب من النار وتحاول أن تدخل الجنة. الله برمجك بهذه الطريقة. هو الدليل على ذلك أنك إذا رأيت مصدر للحرارة أو النار تبتعد عنه لا شعوريا. حتى الطفل الرضيع الذي عمره يوم إذا قربت منه شيء محرق يبتعد. إذن هذه فطرة وضعها الله فيك ليبعدك عن النار ويدخلك الجنة. إذن أيها الأحبة يجب أن نستيقن أن كل شيء مكتوب، ولكن بنفس الوقت أنت تتحمل مسؤولية عملك، لأن الله أعطاك حرية كاملة في الاختيار. أنت لديك حرية كاملة، والدليل على ذلك أنك قادر على الاختيار. يعني لا أحتاج لأن أقنعك أو أقدم لك دليلا على أن الله جعلك تختار بمطلق حريتك. أنت تستطيع الآن أن تفعل أي شيء. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن أيها الأحبة خلاصة هذا اللقاء إن شاء الله باختصار، علم الله أعلى بكثير من علومنا نحن البشر محدودين، ولديه كل شيء مكتوب، كل شيء معلوم بالنسبة له، ولكن بنفس الوقت جعلنا نختار. فأنت عندما تصل إلى يقين أن كل شيء مقدر، ما
من غير المنطق أن ترمي بنفسك في البحر مثلا وتقول الله قدر لي ذلك. لا،